شو هيدا شو هيدا عن جد يعني اليوم وهيك حصريا بنحب نعلن عبر بي لايف انضمام الياس شدراوي طبعا لتوم فود رح يكون الوجه الاعلاني الجديد. اهلا وسهلا بالياس شدراوي. اهلا نانسي، هاي شو اخبارك؟ نحن بالاكثر. ايه نحن بالاكثر. نحن بالاكثر. تفضل الياس، شو بتحب تخبرنا؟ عم خبركم هلا بعد شوي بالحلقه حنشوف انه حنحكي عن باريس فاشن ويك. باريس فاشن ويك بتضمن باك ستيج وستريت ستايل غير الرانويز اللي بنشوفهم. اوكي. هلا عم نشوف على المودلز ستريت ستايل شو بيتحكم، يعني في رولز حدا رايح يحضر باريس فاشن ويك، الفرونت رو بيتحكم عليه رولز انه فيها شويه كونديشنز لازم يتحكم فيهم، كل ما حدا كل ما وحده قاعده فرونت رو بتتعامل معها بيتأيد فيهم. اوكي. في تأيد بتأيد. هلا عم نشوف على المانكان لنقول حدا رايح يحضر، لنقول فريد كافالي 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 رانوي روبرتو كافالي. هلا فيك لانه اتواز كوتير فاشن ويك ما فيك تلبسي كوتير انه فرونت رو، بيلبسوا كوتير بس اللي حدا عازمهم للميزون دو لا كوتير، بيكون عازمين سيلبرتيز بيلبسون كوتير من ال من الكوليكسيون مثل بيقعدون بيقعدون يعني. بس لانه غلط اذا حدا بترد هي رايحه تحضر كافالي بتلبس بيتا بورتي كافالي بتروح تقعد فرونت رو، اما اللي ما عنده مثلا اللي ما عنده من زيت الديزاين عم يحضر له بيتا بورتي بيلبس قصص ستايلش بس ما تكون لك معروفه انه لغير ديزاينر، لانه ما فيها تلبس بترد برنت فلور برنت حنشوفها على سكند لوك لدولتشي جابانا وتروح تحضر لنقول اليساب اما ديار اهانه بتعتبر اهانه وما يعني ما انا عم تقعد فرونت رو. اوكي. دائما هون كنا عم شوي شفنا كوتير جاون، يعني شفنا وحده كوتير دريس مع هيدا البال تبعها. هلا كسرنا شوي لنعمل شيء تويست لانه اتس ستريت ستايل، دائما كسرنا بنيفي كون نيفي كثير دارج هيدا السنه وحطينا هيدا الهاند باج لتعطي شوي تويست انه اوكي انا ام نوت ويرينج كوتير دريس، انا رايحه ام تو ستايلش وبس تقعد قدام فيها تشلح الجاكيت بتصير تو اليجنت. والياس بنلاحظ باسابيع الموضه كل الباباراتزي بينطروا للعالم ليشوفوا هالستريت ستايل كيف لابسين. مزبوط يعني وكيف بيصوروهم برا اكثر ما بيصوروهم جوا. مزبوط وناطرينها مناطره. مزبوط لانه اهميه ستريت ستايل بتشوفوا قصص الترند بتصير تشوفيهم عم يجوا من برا قبل ما تحضر الرنويز، يعني حاله حدا قاعد برات ما عم ينعمل فاشن هو في يعرف شو ترند قبل ما يفوت يحضر الديفيلي. هلا هون اخذت شويه صور من باك ستيج تبع الي صعب. اوكي. هون عم نشوف هيدا السنه كثير الي صعب فور توتريز، هيدا السنه كثير دارج الكروشيه، عملوا هيك عملوا شوي اتواز رويال، يعني هيك بتحسي حالك بجراند بريتان، كان مستوحى من وينغفيلد يعني من 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 انوفل. بقى كثير شفنا كمان كذا شيد اوف فايوليت عند الي صعب، رحنا على كذا ليلاو موف، دائما بحب تو ميكس يعني كل اول ذا شيدز اوف فايوليت. وهيدا السنه كثير كمان شفنا توتريز بالبيرلز غير كريستلز، شفنا الباغل هيدا السنه كثير كانوا على كثير شفناهم على الرانويز. اوكي. اما هون عند فيرساتشي رحت اخذت ثاني اكسترام عند الي صعب، شفنا كل شيء كان ارستوكرات، كل شيء كان هيك ارستوكرات، كل شيء كان رويال شوي الرايقه كل شيء رايق. رحنا هلا دغري اخذت ذا اذر اكستريم عند فيرساتشي، كثير استعملت كروشيه نيت، كثير كان عرفت باتلتيك كوتير، يعني عملتها تو سبورتي لوك. هون كنا عم نحكي عنها هيدي ماي بيست فريند اند لاف ماي اكس، هلا عم قاعدين بكره سوا. بقى حبيت شوف انه كمان شفنا بلسومان دولمون بيبريز، اما شفنا شيء تو ارستوكراتيك، اما شفنا تو اتلتيك مثل ما عند فيرساتشي اللي كان اكثر راع على الموف وعلى اليلو. اوكي. هون عم نشوف صور من عند شانيل، كنت عم برجع اقول لكم قد ايه هيدي السنه البيرل فيت توتريز بيرل، كثير شفنا غير شوارفسكيز وكريستلز كثير شفنا بيرل، وكمان اللي شفنا اكثر عن شانيل شفنا اخذوا البي، كثير كنا نشوف فلور الامبرودريز، هيدي السنه شانيل طرزوا نحله انه ات واز تو انسباير يعني من كل شيء خاصه بالجاردنز. بنكفي بهالاجواء اللوكس بنكفي السي ستايل لوك مع المانكا. يلا مانكا يلا موديل جديده. هون كمان عم نشوف جنباتيستا فالي والفلورلز، هيدا ذا سكند لوك عم نشوف على الملكة. هيدا السنه مثل ما قلنا شفنا كثير دارج هيدا السنه الدونتيل، كثير دارج الدونتيل واللايرز، يعني حطينا فوق وكسرنا هيدا الجاكيت لانه هلا الفير مع الليذر حيلا كل حدا اللي بيكون عنده بخزينته جاكيت اما شيء يكون فيها ماست هاف، يعني الجاكيت ليذر يعني ايذر بايكر جاكيت اما الجاكيت فيها فير. اوكي. وهون كسرناها بهيدا التويست تبع الهاند باج، يعني حلو هيك بتشوف فيها يعني اتس فرونت رو لوك فيك بس تشلح الجاكيت بتكون هيك تو نيت فيري اليجنت. بعد شوي حنشوف كمان عند ديار كثير هيدا السنه شفنا سي ثرو، كثير شفنا ترانسبيرنسي وكثير شفنا دونتيل. شفناهم بالبانتس بسكيرتس بكل شيء هيدا السنه ات واز ذا ليست كل شيء كل شيء دونتيل كان وكروشيه. هيدا السنه ذا هايلايت كان على الليسز انا على الكروشيه. والاحلى يكون هيدا اللوك دائما على اسود، كل شيء هيك بيطلع احلى من غير الوان يعني. مزبوط. وحلو تويست يعني ساعتها بتكسر تويست بهيدا الهاند باك لشوي تنكسر التويست. اوكي.
هون شو ميك اب شوي تحضير انه اوكي من فالنتينو من كذا من كذا رانواي هون شفنا الفالنتينو كثير اكثر فيت رجع على دراجون ستايل كثير شفنا ذا بوهيميان شفنا انه اورينتال تاتش بالرانواي تبعه عم نشوف كمان بكذا ديفيلي كيف انه كيف بصير هيدا السمان كيف اهميه الرنوي هي ذاتها باهميه الباك ستيج يعني مثلا شفنا قبل هلا انا وينتو الفيتي دائما ستارز وسليبرتيز بياخذون باك ستيج بيعملون قيمه ليشوفوا كيف عم بتصير هيدا القطعه كيف صارت شو عم بيصير الباك ستيج كيف بيتحضر كل ذا بيوتي لوك يعني من هير لميك اب لكل شيء وكان ذا مين هايلايت يعني بكل الفاشن ويك هيدا السنه هيدا مين الياس قلت؟ شوي دراماتيك بتحسهم هيدا دراماتيك لوك جامباتيستا فالي دراماتيك بس ليك كل شيء في جليتر كل شيء حلو كل شيء ذات شاينز كل شيء في حلو وارماني هون مثل ما شفنا استعمل كذا شيد اوف فايوليت كنا قبل قطعنا صوره قبل الرانوي كثير راح جورج ارماني لكل شيء فيولي يعني ليلا اول ذا شيدز اوف حلو اوف فايوليت هون عم تشوف عن اليسا حلو إيه. بيلبق للاثنين يعني للشقره وللسمره كمان مزبوط وكثير صعب هون عم تشوف حلو عند اللي صعب دائما هيدي السنه شفنا عن كذا ديزاينر بالكوتير حطوا تويست اوف بريتا بوختي لانه هلا ظهور ذا توتال لوك على كوتير ما بقى حدا يلبسه اتس تو بورينج كثير انكسر ببالس هيدي السنه جلد كثير انكسر برينجر هون عم شفتن عن فيرساتشي، فيرساتشي قالوا عن جد صراحة كانت انه ات واز تو سبورتي وكانت كمان تو اتلتيك، بس اخذ كل فستان اكثر من شهر لينجمع النية الكروشيه، مضبوط هيدا ات واز ماي فيفرت دراج كثير على فكرة وكثير استعملوا كريستال روبس يعني كثير هيدا السنة عم نشوف هيك فوتوا شرايط، فوتوا ختان بس حلوة كثير استعملوا كروشيه روعة انا عجبني ايه بتشوفي ذا اذر اكستريم يعني بتشوفي بتقولي بدرس بتقولي اه يا ترى هيدا كوتشيغ ولا فخيتا فختي حلو هالسؤال لا كوتشيغ لانه حلو لانه مشغول في نساج كل درس اخذ اكثر من شهر ببين انه لا ات واز تو كاجوال يعني بتطلعي ما بنعرف هول كريستال روبس عم لكم عنه تفوتون بالفساتين من فوق لتحت بس حلو تشوف على الرانواي هيك اشياء انت تقدر تلبسها مير عادة بنشوف اشياء بس بتشوفها بس كرمال الفوجي هون لا كله بتلاقيه باللبس مزبوط وهون انكسرت فيرساتشي حاطت اندر جراوند ميوزك ات واز تو فاست يعني كان كثير حلو فلويد ونونشالون يعني طالعه المانكان يعني كانه انا اتس ديلي اوتفيت في لبس لنشوف لك ان اخر لوك اخترت لنا اياه مزبوط هون رجعنا اياه كنا بلشنا جامباتيستا فالي هون عم نشوف قديش درج فلور البرنت كثير شفنا فلور الامبروديز هون هيدا لوك حبيت حطه لانه اتس دوتشي كابانا هون حسيتها جاي على الموتور صفت ونزلت هون اللوك حلو انه حلو لانه دائما هيدا سمان الكوتير كان بجانفي كان كثير ساقعه بباريس بتردي هيدا اتس دولتشي دريس بس بخيتها فختي دونك هي المانكان مايا اذا رايحه تحضر بتردي دولتشي جابانا رانوي فيها ايزلي تقعد هيك بس تشلح الفور كثير بتصير مهضومه يعني اتس تو ستايلش اتس ثري ستايل لوك وكسرناه بالبوتين لانه دائما حلو وين يو ووك بباريس كثير تمشي من ديفيلي لديفيلي كثير بيكون في عنا مشي دونك حلو تمشي مع شيء هيك مهضوم شيء هيك كونفورتابل وهيك وتكون تكسر شوي اللوك بترندي تويست يعني وهيدا السنة كثير شفنا كثير درج الجديدين صغيرة اللامينيتد تنحط بالايد مثل بريسلت وبتحميها تكون كثير صغيرة ودائما عندك الجلامور بالفير كل ما يكون عندنا مالتي كولر فير كل ما يكون عندنا هيك حلو اخذنا فكرة هيك كيف تحضروا كيف نكون بالفاشن ويك السنة الجاية اذا الله يعني وطبقوا خلص